الأخبار من الراي. أهلا بكم في نشرة أخبار الراي تصحبكم خلالها سمير عبد الله، والبداية دوما بأبرز العناوين. دعوة خليجية لمؤتمر الإعمار اليمني ودعم لحل سياسي سوري. الجنايات تقضي بحبس أحمد الفهد في قضية الخوض بالشريط. لا شأن لنا بالفيفا. وأحمد الفهد طرش كتاب إلى طبعا الكويت ويهدد بإيقاف من يشارك. موجة غضب حكومي نيابي مبعثها تدخل فيفا وفساد رياضي. نجوم الفن والرياضة يشاركون الكويت فرحة الاحتفال الوطني. إذا الحكومة ما حطت إيدها وشدت في هذا الموضوع، إحنا راح يكون للمجلس موقف من هذه الناحية. فرصة لتعديل قانون مكافحة الفساد وتهديد باستلام زمام المبادرة. حجز قضية خلية العبدلي للثاني عشر من يناير للنطق بالحكم. في الرياض اختتم قادة دول مجلس التعاون اجتماعات الدورة 36 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي، فيما دعا الإعلان الختامي إلى الإعداد لمؤتمر دولي لإعمار اليمن، مؤكدا حرص دول المجلس على تحقيق الأمن والاستقرار اليمني تحت قيادة حكومته الشرعية ودعمها الحل السياسي. كذلك أعلنت دول المجلس دعمها للحل السياسي في سوريا ولما يخرج به مؤتمر المعارضة السورية المنعقد في الرياض من نتائج بما يضمن وحدة الأراضي السورية واستقلالها وفقا لمبادئ جنيف واحد. كما دعا البيان العالم إلى تحمل مسؤولية مشتركة في محاربة الإرهاب والتطرف، فيما أكد وزير الخارجية السعودي عادل جبير أن ملف الاتحاد بين الدول الأعضاء في المجلس لا يزال يدرس من قبل اللجان المختصة، وأعرب عن أمله بأن تغير إيران من أساليب السلبية لتلعب دورا إيجابيا في المنطقة. وقد عاد أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد إلى أرض الوطن بعد ترأس وفد الكويت في القمة الخليجية، وقد بعث الأمير ببرقية لخدم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أعرب فيها عن خالص الشكر والتقدير على الحفاوة البالغة وكرم الضيافة، وأشاد الأمير بما توصلت إليه هذه الدورة من قرارات بناءة من شأنها تعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك والارتقاء به لتحقيق آمال الدول الأعضاء وشعوبها نحو المزيد من الرخاء والازدهار. بدوره قال نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجارالله أن دول مجلس التعاون الخليجي بما لديها من استراتيجيات خاصة حول مكافحة الإرهاب تدعو لتكثيف وتحفيز الجهود في هذا الشأن باعتباره مطلبا ملحا لمواجهة تحدياته والقضاء عليه. وذكر الجارالله أن المجلس الأعلى شدد على ضرورة تكثيف ومواصلة الجهود الإقليمية والدولية لمكافحة الإرهاب، لأنه لا يقتصر على المنطقة بل امتد إلى دول العالم، مبينا أن موضوع الإرهاب بمقدمة أولويات اجتماع قادة دول المجلس. في الشأن القضائي أصدرت محكمة الجنايات حكما بحبس الشيخ أحمد الفهد 6 أشهر مع الشغل و1000 دينار لوقف النفاذ في قضية الخوض بالشريط عبر إحدى القنوات الفضائية والإساءة لأعضاء النيابة العامة والنائب العام.
رئيس لجنة الشباب والرياضة في مجلس الأمة النائب عبد الله الطريجي قال للراي أن الشيخ أحمد الفهد هو من بعث بكتاب للاتحاد الدولي إلى الكويت يهدد من خلاله اللاعبين المشاركين في احتفالية افتتاح استاد جابر الدولي في 18 من الشهر الجاري، مشيدا في الوقت ذاته بإجراءات الحكومة التي تملك حل الأزمة الرياضية المفتعلة. والله أنا أعتقد مو الاتحاد الدولي هو اللي طرش كتاب التهديد بإيقاف العين، هو أحمد الفهد طرش كتاب إلى طبعا الكويت ويهدد بإيقاف من يشارك، لذلك للأسف أصبح هناك فجور بالخصومة بين أحمد الفهد ودولة الكويت والشعب الكويتي. حل بيد الحكومة، الحكومة يجب طبعا يعني التحركات الحكومة الآن متميزة، يعني أعتقد أمس اجتماع وزراء الشباب والرياضة في الكويت وبيان في رفض ما تعرضت الكويت له من تعسف بإيقاف النشاط الرياضي، هذه خطوة جيدة ونتوقع أن هناك خطوات يعني مقبلة من الحكومة، وأيضا نحن في مجلس الأمة متفقين أن يكون لنا هناك أيضا تنسيق مع البرلمانات الدولية في مواجهة الفساد الرياضي الذي تقود المنظمات الرياضية بدعم من أحمد الفهد. وفي المواقف البرلمانية استغرب النائب محمد طنا دعوة الفيفا للأندية الكويتية بعدم المشاركة في افتتاح استاد جابر بحجة إيقاف الرياضة الكويتية، بالرغم أن فعالية الافتتاح ستقام تحت رعاية أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد. وقال طنا أن الأمور واضحة جدا وأن هناك من يقوم بالتحريض وبشكل علني ضد بلده الكويت، مطالبا الحكومة بالتحريض وعدم السكوت عن التحريض الذي يؤدي في النهاية إلى تدمير الرياضة الكويتية وقتل طموح الشباب الكويتي، ولا بد من ملاحقتهم وفق الأدوات القانونية سواء في الداخل أو الخارج. وتعليقا على دعوة الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا لعدم المشاركة بافتتاح استاد جابر الدولي، أكد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الكهرباء والماء بالوكالة ورئيس اللجنة العليا المنظمة لافتتاح استاد جابر الدولي الشيخ محمد عبد الله المبارك، أكد أن فعاليات الافتتاح لا شأن لها بالفيفا وما سيقام سيخالف تعليمات الاتحاد الدولي في مجريات المباراة، مضيفا أن الاتحاد الدولي ليس له أي سلطة على هذا الحدث الوطني. آمل أن لا يعرقل الافتتاح كما كنت محدد في مفردات اللي استخدمتها، ستقام فعالية رياضية لا شأن لنا بالفيفا، لأن ما سيقام لن يتبع بل سيخالف تعليمات الفيفا في مجريات المباراة، فلذلك الفيفا ليس لها سلطة على هذا الموضوع، لأن ما سيقام من فعالية لن يلتزم بقانون الفيفا. وقد حمل نائب المدير العام لشؤون الرياضة في الهيئة العامة للرياضة حمود فليطح رئيس اللجنة الأولمبية الدولية توماس باخ مسؤولية تردي خطاب اللجنة وحصر نزاعها مع دولة الكويت بمسائل وحسابات شخصية، ودعا فليطح اللجنة الدولية إلى احترام اللياقة والمهنية في مخاطبة الكويت ومسؤوليها في بادرة عن حسن نية اللجنة في السعي إلى تحقيق حل عادل، وخاصة أن باخ هو شخص ذكي ومهني ومشهود له بمحاربة الفساد على حد تعبير فليطح، الذي أعرب باسم الهيئة عن الأسف لما صدر أخيرا عن أحد أعضاء اللجنة الأولمبية الدولية باتريك هيكي الذي انحدر إلى مستوى لا يليق بمهنية اللجنة وحياديتها ومصداقيتها. هذا ويشارك في افتتاح استاد جابر الدولي كوكبة من النجوم العالميين نجوم شاركوا محبيهم بتعليقات وتغريدات على صفحاتهم حول الحدث الرياضي الكويتي المرتقب. ابتسام رمال رصدت بعض التعليقات في التقرير التالي. تحت شعار رح نلعب
سوف يتم افتتاح استاد جابر الدولي ضمن احتفالية ضخمة يشارك بها كبار نجوم الرياضة والفن العالمي والإقليمي والمحلي، وهو حدث عالمي أعلن المشاركون عنه على مواقع التواصل الاجتماعي، فعبروا عن فرحتهم بمشاركة الكويت هذا الاحتفال الهام. فغردت الفنانة أحلام على تويتر 18 ديسمبر: انتظرونها في استاد جابر، وهاشتاج رح نلعب كفو عيال الكويت. هذا وأن الفنانة أحلام تشارك كوكبة من نجوم الفن الكويتي والخليجي بأوبريت وطني خاص بالمناسبة، من أبرزهم المطرب الكويتي عبد الكريم عبد القادر ونبيل الشعيل وعبد الله رواشد ومحمد المسباح، والمطرب السعودي راشد الماجد الذي أعلن عن مشاركته في الأوبريت على صفحته على الإنستغرام، وحسين الجسمي وفهد الكبيسي والفنانة أسماء المنور ونوال كويتية، ومن صفحتها على الإنستغرام وجهت تحية من داخل استوديو تسجيل أوبريت افتتاح استاد جابر. هذا وستقام مباراة استعراضية بين نجوم الرياضة المحليين والعالميين ممن حصلوا على بطولات لكأس العالم أو كأس أوروبا أو بطولات محلية، وذلك تحت قيادة النجم العالمي الإيطالي كارلو أنشيلوتي الذي كان مدرباً في أندية ريال مدريد. ومن أبرز النجوم المشاركين اللاعب البرازيلي رونالدينو الذي فرد على صفحته على الإنستغرام عبارة: سأتواجد في الكويت لحضور حفل افتتاح استاد جابر وهاشتاج We will play. والأسباني كارلوس بويول مغرداً على صفحته على تويتر: سأتواجد في افتتاح استاد جابر في 18 ديسمبر من أجل تحدي الأبطال في الكويت. كما أعلن عن مشاركته كل من الإنجليزي بوب سكولز وجيرارد وكاراغار وجيمس، والإيطالي ديل بييرو وزامبروتا ونيستا، بالإضافة إلى اللاعب الفرنسي روبرت بيريز والثنائي البرتغالي ديكو وفيجو والأوكراني أندري شيفشينكو. ومايسترو الكرة الإيطالية أندري بيرلو الذي عبر عن فرحته على صفحته في تويتر بمواجهة نجوم الكويت وهاشتاج سوف نلعب، دون أن ننسى أبو تريكا اللاعب المصري الذي كتب على صفحته في تويتر: انتظروني في مباراة نجوم العالم أمام نجوم الكويت. أما نجوم الرياضة الكويتيين فسيقوم بقيادتهم المدرب الوطني محمد إبراهيم. ابتسام رمال الراي. في الشأن البرلماني، أعلن النائب أحمد القضيبي عن إعطاء فرصة للجانب الحكومي بتقديم تعديلات على قانون هيئة مكافحة الفساد إلى يوم الأحد المقبل، وإلا فإن المجلس ونواب الأمة سوف يتقدمون بتعديلات على القانون ليحل محل مرسوم بقانون، وسوف يتم بصفة الاستعجال للتصويت عليه في جلسة يوم الثلاثاء لأخذ الموافقة عليه بالمداولة الأولى والثانية. وأشار القضيبي إلى أن هذا التوجه للمجلس تم بعد الاجتماع الذي عقده مع رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم. راح نقدم كمجلس الأمة أنا مع أخواني النواب راح نقدم تعديلات على موضوع قانون مكافحة الفساد، وكذلك بس نحب ننوه إن المجلس في نوابه ما راح يسمحون ولا راح يقبلون في أي شيء يحد من مكافحة الفساد ومحاربة هذه الظاهرة. إذا الحكومة ما حطت إيدها وشدت في هذا الموضوع احنا راح يكون للمجلس موقف من هذه الناحية، إن ما راح نقبل كنواب على هذه الأمور أن تمر مرور الكرام. إلى الشأن القضائي، حيث حجزت محكمة الجنايات اليوم قضية خلية العبدلي للحكم في جلسة 12 من يناير المقبل. كانت المحكمة قد أخلت سبيل 4 متهمين في القضية بكفالة مالية قدرها 500 دينار مع قرار بمنعهم من السفر وإلزامهم حضور الجلسات. وعقدت المحكمة أولى جلساتها بتاريخ 15 سبتمبر الماضي لمحاكمة المتهمين في القضية المتهم بها 26 شخصا.
وزارة الصحة أنهت قضية وفاة مواطن بفصل طبيبين وإحالة الملف إلى النيابة، وأكدت الوزارة أنها لن تتهاون في مجازات من يثبت عليه أي إدانة أو تقصير في العمل واتخاذ الإجراءات اللازمة، مشيرة إلى أنها ستعمل على درء الأخطار الطبية وتطوير الخدمة في مستشفيات ومراكز الخدمة. حكوميا أيضا، أكدت وزارة الدفاع التزامها التام بتنفيذ جميع المراسيم الأميرية كباقي وزارات ومؤسسات الدولة الحكومية، والتي تصدر باسم أمير البلاد القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ صباح الأحمد. ونفت مديرية التوجيه المعنوي في الجيش الكويتي ما يشاع بشأن تقدم وكيل وزارة الدفاع جسار عبد الرزاق الجسار بطعن إلى المحكمة الدستورية بشأن عدم دستورية قانون إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد، مؤكدة أن الأمر عار عن الصحة تماما. برعاية وحضور وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الكهرباء والماء بالوكالة الشيخ محمد عبد الله المبارك، انطلقت فعاليات تمرين الشام الاثنين الذي أقامته الإدارة العامة للإطفاء بمشاركة 11 جهة حكومية بينها وزارة الدفاع والداخلية والحرس الوطني ووزارات الصحة والإعلام والكهرباء والأشغال وبلدية الكويت. الأمر الأهم في هذا التمرين هو أن الأجهزة المعنية في التعامل مع الكوارث استطاعت من خلال هذا التمرين أن يتمرنون على التواصل والاتصال فيما بينهم وتوزيع الأدوار، ومن خلال مثل هذه التمارين نستطيع أن نحدد مواقع الخلل والعمل على رفع مستوى الأداء. فلا شك بأن من المهم في عمليات الإنقاذ أن يكون في تمارين متكررة. هذا أول مرة يعد تمرين شامل، ولذلك سمينا شامل اثنين على مثل هذا السيناريو. وزارة الدولة لشؤون الشباب اختتمت ملتقى التطوع الشبابي لمواجهة التطرف بحضور وكيل الوزارة الشيخ الزين الصباح، والتي ثمنت جهود الداعمين للشباب للوصول بهم إلى العالمية. وهدف الملتقى الذي عقد منذ 5 نوفمبر إلى عرض تجارب التطوع الرائدة على المستوى العربي وتعزيز ثقافة التطوع بين الشباب العربي وتحديد مفهوم التطرف. أوجه الشكر لجميع الحضور وجميع من ساند ودعم هذه الوزارة الصغيرة وجميع من آمن بفكرة التحدي وفكرة الوصول إلى العالمية بكوادر شبابية عربية. اليوم كلكم أقول لكم شكرا. العلي يفتتح سيتي سكيب، تابعونا في الصفحة الاقتصادية ولكن بعد هذا الفاصل. من جديد أهلا بكم بالأخبار الاقتصادية. وزير التجارة والصناعة يوسف العلي أشاد بمكانة وأداء قطاع العقار في الكويت بالرغم من الضغوط والأزمات الاقتصادية العالمية الأخيرة، وصفا القطاع بأنه ركن أساسي في الاقتصاد الوطني. وفي تصريح عقب افتتاحه معرض سيتي سكيب العقاري في دورته الثانية، أكد العلي أن الكويت تعتبر سوقا عقاريا واستثماريا رائجا في المنطقة، مبينا أن المعارض العقارية المقامة في البلاد استطاعت جذب كبرى الشركات العالمية. هذا أحد المعارض الدولية المعروفة في مجال العقار. هذه السنة الثانية له في الكويت، والله الحمد التنظيم والترتيب واضح ما شاء الله، والعروض الموجودة في المعرض كثيرة متنوعة،
وإن شاء الله يعني يكون معرض ناجح ويؤدي أو يعطي فرص عقارية جيدة. هذه كلها فرص عقارية، في فرص معروضة داخل الكويت وفي فرص معروضة خارج الكويت. خارج الكويت في بعض الاستثمارات داخل المنطقة، وفي بعض الاستثمارات في أوروبا وفي تركيا وغيرها. إيه المسألة؟ مسألة عرض. سعر برميل النفط الكويتي واصل موجة هبوطه منخفضا ب 58 سنتا في تداولات أمس، ليبلغ 32 دولارا و15 سنتا وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية. وفي أسواق النفط العالمية، انخفضت أسعار العقود الآجلة للنفط الخام أمس بعد زيادة بضعف المتوقع في مخزونات نواتج التقطير في الولايات المتحدة، ورغم انخفاض مخزونات الخام الأمريكي الأسبوع الماضي بنحو 3,600,000 برميل بحسب بيانات صادرة أمس عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية. ارتفاع تدريجي لدرجات الحرارة، التفاصيل بعد هذا الفاصل. أهلا بكم من جديد. توقع مدير إدارة الأرصاد الجوية بالوكالة سامي العثمان ارتفاع درجات الحرارة تدريجيا في البلاد خلال الأيام المقبلة، لتكون قريبة من معدلاتها الطبيعية في مثل هذه الفترة من السنة. وأوضح أن التأثير المرتفع الأوروبي بدأ يضعف تدريجيا، وعليه سترتفع درجات الحرارة لتكون قريبة من معدلاتها في مثل هذه الفترة من السنة، ويكون الطقس مشمسا نهارا باردا ليلا. وقبل ختام نشرتنا لهذا اليوم، نذكركم بإمكانية المشاركة معنا عبر إرسال فيديوهات أو صور لأي تجاوزات ترصدها كاميرات هواتفكم المحمولة من خلال رقم الواتساب الظاهر على الشاشة. كما يمكنكم متابعتنا عبر موقع تويتر @الراي ميديا جروب، ومشاهدة جميع نشراتنا وبرامجنا عبر قناتنا على يوتيوب الراي تيوب. في أمان الله.